وحول هذا الموضوع أكد الرائد جمعة علي العجلان رئيس شعبة المعاينة وتفتيش البضائع في إدارة جمارك المنافذ البرية بوزارة الداخلية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن النظام سيساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتنظيم حركة الشاحنات الصادرة من مملكة البحرين. طبعا هذا الإنجاز سيساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتنظيم حركة الشاحنات الصادرة من مملكة البحرين، بالإضافة إلى أتمتة المواعيد بشكل آلي، مما يتيح للناقلين إمكانية إدارة الأسطول الخاص فيهم عن طريق حجز موعد مسبق عبر منصة فسح، وتحديد يعني وقت تحميل البضاعة ووقت عبور الشاحنة بناء على الأوقات طبعا المتاحة في النظام. كذلك وفر هذا النظام يعني على الناقلين المصاريف الزايدة اللي تم صرفها على الديزل والشاحنة تنتظر في الطوابير لأيام كثيرة كانت في السابق. كذلك يعني يضمن نظام إدارة الشاحنات استيفاء كافة المتطلبات الجمركية بالنسبة للشاحنات المحملة والتأكد من إعداد البيانات الجمركية في الجانبين قبل وصول الشاحنة للمنفذ لسرعة وضمان الإفراج عنها. نعم. ويتيح النظام كذلك إمكانية التحكم بالطاقة الاستيعابية من قبل الجهات ذات العلاقة.